النجم الساطع هو التدريب العسكري الأكبر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خصوصا على الصعيد العسكري. النسخة الحالية من تدريب النجم الساطع 2021 هي الأضخم، إذ تجري بمشاركة 21 دولة، أبرزها الإمارات والسعودية والمغرب وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا واليونان وقبرص والعديد من الدول الحليفة، لتكون بذلك أضخم تدريبات عسكرية في المنطقة. لا تقتصر أهمية تدريبات النجم الساطع في التأكيد على عمق الشراكة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة فقط، بل هي تمثل إضافة هامة على صعيد نقل وتبادل الخبرات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب ومهارات القتال في الصحراء والتعرف على نظم التسليح المتطورة لدى الدول المشاركة. ونقطة قوية جدا في هذه التدريبات ان معايا دول ذات ثقل سياسي وعسكري، فعندها مصانع السلاح وعندها تكنولوجيا عالية جدا في التسليح، فبستفيد من النقطة دي. بحسب مراقبين فان مشاركة 21 دولة تؤكد على الأهمية المتزايدة للقوات المسلحة المصرية في المنطقة، التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية، وشهدت نقلة كبيرة على صعيد التدريب والتسليح، حتى اصبح الجيش المصري من بين الأقوى في المنطقة والعالم. في عام 1980 انطلقت النسخة الأولى من مناورات النجم الساطع، وبعدها أصبحت تجرى في الخريف كل عامين لتشكل رمزا للعلاقة الاستراتيجية بين الجيش الأمريكي والقوات المسلحة المصرية. ولم تتأجل مناورات النجم الساطع سوى 4 مرات، في عام 1991 بسبب التزامات الدول المشاركة في حرب تحرير الكويت، ثم في 2003 بسبب حرب العراق، ثم في 2011 بسبب الأوضاع في مصر، ثم في 2013 كمحاولة من الإدارة الأمريكية آنذاك للضغط على مصر. ده جيش مصر هو مركز الثقة الحقيقي، مش في مصر بس، في المنطقة كلها. غير أن انتصار الإرادة المصرية وعدم خضوعها للضغط بل والاتجاه لتنويع مصادر السلاح وإجراء تدريبات عسكرية مع دول عدة مثل روسيا وفرنسا وغيرها، كل ذلك أدى لتعظم قوة الجيش المصري رغم حالة الجمود مع واشنطن. لتتراجع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتعود لاستئناف مناورات النجم الساطع مع مصر بعد توقفها لنحو 8 سنوات. is very deep. So Bright Star is a good example. We stopped doing that exercise 8 years ago. Now restarted it because the region here, there certainly are a number of security challenges. ويختلف تدريب النجم الساطع عن غيره كونه يشهد مشاركة كافة أفرع القوات المسلحة في الولايات المتحدة ومصر من قوات بحرية وجوية ودفاع جوي، بجانب المشاة والمدرعات والحرب الإلكترونية وغيرها من الأسلحة المختلفة، ما يحقق أعلى استفادة للقوات المشاركة. وتحقق تدريبات النجم الساطع العديد من الأهداف، من أهمها الاطلاع على أحدث الأسلحة وكيفية التعامل معها، بجانب نقل الخبرات في العديد من المجالات والقتال بجانب عناصر جديدة تمتلك عقيدة مختلفة، بالإضافة إلى المعايشة الميدانية لأجواء العمليات العسكرية. مع تطور التهديدات التي تشهدها الدول كانت تدريبات النجم الساطع مواكبة لتلك التغيرات، ففي 2018 بينما كانت المنطقة تشهد ذروة تهديدات الجماعات الإرهابية، كانت تدريبات النجم الساطع تركز على التدريب على أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها. النجم الساطع رمز للعلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين القاهرة وواشنطن، وهي أيضا أحد أبرز الشواهد على كفاءة القوات المسلحة المصرية التي تعظمت قوتها خلال السنوات الأخيرة حتى أصبحت من بين الأقوى في المنطقة والعالم. ودايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن اقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد.